يوتيوب بشرحوا لك البروجكتايل، وهي عباره عن اي اكس ايكوال تو زيرو والاي واي ايكوال ماينس 0.98. بشرح لك سؤال واحد، اسال سؤال هذا طبعا هيك بقول لك، بقول لك هيك خلصنا شرح البروجكتايل، شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا بروجكتايل بتحل 46000 سؤال عشان تصير وحش بروجكتايلات. يلا عندي هاي البنت، هاي البنت ماسكه بطاط قاعده تلعب فيهم، ف رمت البطه عند بي ورمت البطه عند سي، شو طالب؟ انا حافظ المطلوب، بده عباره عن لا ناسي، هو بده يتوقع الفرق بالزمن، بس كيف طالبها؟ ديتيرمين ذا تايم بتوين ثرونز، بالضبط طالب شو رماها من اي ل بي ومن اي ل سي، بده الزمن، بده التايم بتوين ثرونز يعني الزمن بين الرميتين. فشو بحسب؟ بحسب الزمن من اي ل بي، بحسب الزمن من اي ل سي، بطرحهم من بعض واجيب الزمن اللي بينهم. يلا كيف بدي احل السؤال؟ والله ما راح يتغير السؤال، لا تقول لي بطاط ولا تقول لي بنت ولا تقول لي ولد، يلا اكس واي بلش من اي ل بي. شو معي معطيات؟ معي معطيات، معي شيء، معي شيء، يلا في اي ايكوال في اي مجهوله والزاويه 30 معناها في اكس ايكوال دلتا اكس اوفر دلتا تي، في اكس كم قيمتها؟ في اي كوساين 30، انا هون مش هوريزونتال رمتها بزاويه، ايكوال دلتا اكس، كم الدلتا اكس؟ المسافه بين اي وبي 2.5 على دلتا تي مجهوله، شو بسوي؟ بخلي دلتا تي موضع القانون، معناها دلتا تي ايكوال 2.5 على في اي كوساين 30. اوكي خلصنا، روح على الواي بقول له دلتا واي ايكوال في انيشال واي في تي زائد نص جي تي تربيع، دلتا واي كم فرق الارتفاع ما بينهم؟ قول لي قول لي قول بدك تقوله، كم ارتفاع البنت هاي؟ واحد، فقول لي واحد، لا البي ارتفاعها كم؟ 0.25، انا كم فرق الارتفاع؟ هذه واحد هذه 0.25، 0.75 فرق الارتفاع ما بينهم صح؟ بس ما دام بي اوطى من اي معناها ماينس 0.75 ايكوال في انيشال واي في تي، يعني في اي ساين ال 30 في تي زائد نص ضرب ماينس 9.81 ضرب تي تربيع محل كل تي عوض 2.5 على في اي كوساين 30، شو بتجيب؟ في اي وبتجيب دلتا تي، هي جبنا اول تايم اللي هو التايم من اي لبي. هسه بروح بقول له مطلوب بعدي يلا، وبده الفرق بين الزمنين، فبروح بعمل سؤالي ما بين الاي والسي، بقول له يلا اقسم سؤالك لفي اكس وفي واي، اوكي؟ طيب بس هيك سؤال بس، انا حسوي نفس الخطوات، اللي حقول له عندي هون عباره عن سؤال صح بالاكس، مش عندي في اكس ايكوال دلتا اكس اوفر دلتا تي؟ انا هسه وجدت في اي، هل في اي هي نفسها؟ اكيد لا، اوعد لي نفسها، اذا نفسها ما الكره هترجع عند بي، بس لا هون الكره مرت عند سي، معناها اكيد رمت الكره بسرعه ثانيه، معناها هون في اي في في اكس اللي هي في اي كوساين 30، معيش السرعه من اي لسي، اوكي ايكوال دلتا اكس، كم دلتا اكس؟ 4 متر من اي لسي، دلتا تي مجهوله، شو بسوي؟ خلي دلتا تي موضع القانون، بعديها دلتا واي ايكوال في انيشال واي في تي زائد نص جي تي تربيع، كم دلتا واي؟ كم فرق الارتفاع ما بينهم؟ ماينس 0.75 ايكوال في انيشال واي في اي ساين ال 30 في التي زائد نص ضرب ماينس 9.81 ضرب تي تربيع محل كل تي عوض في اي 4 على في اي كوساين 30، بتجيب في اي بتجيب التي، صار معك التي الاولى التي الثانيه اطرحهم بتجيب التايم بتوين ثرونز. والله اخذ معنا بالله في محتاج نشرح فيديو، يلا شو في كمان اسئله قويه؟ اوكي ضل سؤال واحد خلينا نشرح ونختم الفيديو. تسالني سؤال بتقول لي ليش؟ ليش؟ انت دائما تستخدم معادله الدلتا واي، بقول لك ليش؟ مش حافظها، هي مش بقول لك مش عشان قصه 99 فصل. لا لا مش هيك القصه، القصه عشان دائما بالواي استخدم معادلات اللي فيها اللي معك فيها ارقامها، يعني استخدم معادلات شيء بتعلمه انت، فايش كل الاسئله اللي كان معي في الاسئله اللي قبل؟ كان دائما معي فرق الارتفاع بين نقطتين، هون معي فرق الارتفاع بين اي وسي، فرق الارتفاع بين اي وبي، اوكي ودائما معك في انيشال، ما كانش في فاينل، فمعناها بدي اروح على معادله فيها في انيشال فيها فرق الارتفاع، فاي معادله هذه؟ اللي هي عباره عن دلتا واي ايكوال في انيشال واي في تي زائد نص جي تي تربيع. ناخذ سؤال ثاني، في عندي رجل اطفاء ايوه لابس طاقيه اوكي وماسك خرطوم الاطفاء تاعه، اوكي هاي رجل الاطفاء تمام ماسك خرطومته، وفي عندي هون حريقه اوكي، فرجل الاطفاء رمى البربيش تاعه، احنا بنسميه بربيش بالاردن، اوكي رمى على على الحريقه، شو طالب؟ خلينا نحطه مثلا هون سرعه في اي ايكوال 30 اوكي متر بير سكند، نعطيك زاويه ما نعطيك زاويه، خلينا نعطيك زاويه 30 اوكي ضل شيء اوكي بس بديش اعطيك شيء ثاني، هون النقطه ايه هي النقطه بي، شو تقصد؟ قلت لك فايند ذا هايت، اوكي لا قلت لك انه رمى المي بالانجليزي صاغها هو، بس بقول لك انه المي وصلت عند الماكسيمم هايت، اوكي يعني الخرطوم تاعك وصل عند الماكسيمم هايت، فطلب الماكسيمم هايت، فبهذا السؤال ماكسيمم هايت، خلينا نجرب الحل يلا انا وياك بسم الله، قلت له ماكسيمم هايت بده اتش، فنروح نقسم انا وياك السؤال دائما بنعرفه انا وياك، بتقول لي عباره عن اكس واي بالاكس في اكس ايكوال دلتا اكس اوفر دلتا تي، كم في اكس؟ 30 كوساين 30 ايكوال دلتا اكس، كم قيمتها دلتا اكس؟ مجهوله معيش على دلتا تي، ما
مجهوله. شو ببالك تسوي؟ عارف عارف شو ببالك؟ عارف ايش تقول لي؟ يلا ابراهيم روح خلي تي موضوع القانون. بقول لك خليها موضوع القانون، هتستفيد ايش ولا ايش هتستفيد؟ دلتا اكس على 30 كوساين 30. اوكي بتعرف ليش بتستفيد شيء؟ لانه هل ممكن الدلتا اكس تطلع معك بالواي؟ ما حد دائما كان يطلع معي مثلا بين التي والفي اي، بين التي والثيتا. اه فالتي موجود بالاكس وبالواي والثيتا موجود بالاكس وبالواي، بس هون دلتا اكس هل بالضبط اروح محل كل تي بدل بالواي وعوض دلتا اكس؟ اكيد ما راح يصير الكلام هذا، بس خلينا نشوف بالمعادلات. يلا روح على دلتا واي، معادله الواي اللي هي دلتا واي ايكوال في انيشال واي في التي زائد نص جي تي تربيع. كم دلتا واي؟ ارتفاع هذه اتش، شنو معناته ارتفاع الزلمه المحترم هذا؟ ارتفاعه 1.5 متر، اوكي صغير شوي تمام. كم راح يكون دلتا واي؟ اتش ماينس 1.5 متر ايكوال في انيشال واي في التي، يعني 30 ساين ال 30 زائد نص اوكي في التي زائد نص ضرب ماينس 9.81 ضرب تي تربيع. كم مجهول عندك؟ معادله مجهولين اللي هو التي والاتش. اوعى تقدر تروح اعوض محل التي دلتا اكس. طب اعوضها شو تستفيد؟ ولا شيء. اوكي ولا شيء. ما انا شو الفكره هون؟ جبت لك سؤال قلت لك في 99.9991% تمام بنحله عن طريق المعادله هاي. هاي السؤال بنحلش المعادله هاي. شو بدي اسوي؟ بقول لك استنتج. قال لك كلمه بتحل السؤال كامل. قال لك عندي النقطه هاي في عندي ماكسيمم هايت. ما هو الماكسيمم هايت؟ ماكسيمم هايت معناها عندي في فاينل واي ايكوال تو زيرو، معناها جاي زي الشاطر. مش عندك بالواي ثلاث معادلات؟ هسه روح استخدم معادله من المعادلات اللي فيها في فاينل واي. روح على اي معادله، اي معادله بدك مثلا الاولى في فاينل واي ايكوال في انيشال واي زائد جي في تي. يلا كم في فاينل واي؟ زيرو، ما قال لك ماكسيمم هايت. كم في انيشال واي اللي هو عباره عن 30 ساين ال 30 زائد ماينس 9.81 ضرب تي. شو بجيب؟ التي. عوضه هون شو بجيب؟ اتش. نحل السؤال. اوكي هذا ازعم سؤال بروجكتايل. طيب شو فكرته؟ فكرته دائما المطلوب هو اللي بيقول لك كيف تحل، مش حفظ. اللي قبل كنت دائما احل عشان كان في فرق الارتفاعات معلومه عندي، بس بهذا السؤال اللي معلومه عندي مش فرق الارتفاعات. لا لا لا، ما انا هاي المعادله ما راح تحلها. ايش المعلومه عندي؟ المعلومه عندي انه عندي البي في عندي ماكسيمم هايت. ماكسيمم هايت معناها في فاينل واي ايكوال تو زيرو. ما انا بدي اروح على معادلات محور واي ادور على معادله فيها في فاينل واي، وللصدفه هي المعادله الاولى. بدي استخدم المعادله الثانيه عادي، في فاينل واي تربيع ايكوال في انيشال واي تربيع زائد 2 جي دلتا واي. صح قرفت انت صح وانا قرفت. خلاص خلينا نسكر الفيديو. الله يعطيكم الف عافيه. بالله الفيديو اسطوري صح؟ فيديو اسطوري، مكيف الفيديو هذا سفاه صح. كم سؤال حلينا؟ والله يمكن 8 اسئله. اوكي ادعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.